بيت الكيتو اسيدوزز. والحقيقه يعني هتسمعوا كلام دكتور محمد عطيه الحقيقه رائع جدا في البرزنتيشن اللي فيها كمان البيكيو والامرجنسي الحقيقه يعني، وهو يمكن اول مره يشرفنا، بس هو مميز جدا في البوينت دي. ثم الدكتوره امل شحاته ميديكال دايركتور فاكسير، هتكلمنا على الفاكسين ترانسفير تكنولوجي بقى، وهم بيعملوا ايه دلوقتي، وهل في موضوع الكوفيد المصري الجديد التطعيم يعني وكده. ان شاء الله يبقى معلومات مفيده. احنا كده الحمد لله فيكسيشن للايرور اللي كان عندنا. هنبدا محاضره الدكتوره نهاد من الاول، وان شاء الله كده تستفيدوا معانا، ولو حد ليه اسئله هنتابع مع بعض ان شاء الله. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا دكتوره نهاد حامد جاد، مدرس مساعد فورنسيك وكلينيكال توكسيكولوجي كليه الطب جامعه اسكندريه. ان شاء الله النهارده هنتكلم على موضوع اللي هو approach to a child with occult toxicity or a child with occult toxic exposure. يعني معنى العنوان بتاعنا ده، يعني انا عايزه اعمل approach للتشايلد انا مش عارفه هو جاي لي واخد ايه، او الاهل لو unconscious او مفيش history واضح، او طفل اللي هو فيه توكسيستي بس انا مش عارف يعني هو اخد ايه بالظبط. مفروض ان احنا بس نتكلم على التوكسيكولوجي على الامرجنسي، يبقى احنا بنتكلم على طوارئ زي طوارئ الميديكال بالظبط. يعني التوكسيكولوجي طوارئ بالنسبه لي، فانا ما يبقاش البوينت اللي في دماغي ان هي ان انا اعمل غسيل معده. يعني التوكسيكولوجي بالنسبه لي ما يبقاش ان هو غسيل معده فقط او تشاركول فقط، لا، في حاجات اهم من كده ان انا اخد بالي منها، وهي اللي احنا حابين نتكلم عليها النهارده. يعني انا بعمل ابروتش للتشايلد ويز اوكال توكسيستي عشان اعرف الحاجات الخطيره ايه، مش الحاجات اللي هي ممكن تعدي عادي. فاحنا هنتكلم على الحاجات الخطيره النهارده، او اشهر حاجات بتجيلنا بنخاف منها، وازاي انا هابروتش للتشايلد ده. انا جاي لي طفل وعرفت من هيستوري او في هيستوري فيج، او ان هو في اوكال توكسيستي، في توكسيستي بس انا مش عارف هي ايه. طبعا اول حاجه لازم استبعدها الحاجات اللي بتعمل سي ان اس ديبريشن، لان دي اخطر الحاجات اللي انا بخاف منها، لان طبعا عشان خاطر هيحصل هايبوكسيك برين انجري وهايبوكسيك كاردييك ارست. فدي اول حاجه انا لازم اكسكلود الحاجات واعمل ديفرنشال دايجنوزس للحاجات اللي بتعمل سي ان اس ديبريشن. وبعد كده هنتكلم على الحاجات اللي اقل خطوره منها، بس يعني هي خطيره برضو بس اقل خطوره من دي. فاحنا بنتكلم في الحاجات الاخطر فالاخطر فبعد كده. يبقى احنا اول ما بيجي لنا طفل الاي ار، اول حاجه بنعملها احنا بنمشي على السيكونس ده عندنا في مركز سموم في اسكندريه. اول حاجه ان احنا بأسس الجلاسكو كوما سكيل للطفل ده، بعد كده بسحب اي بي جي، وبعد كده بشوف البلاد بريشر والاي سي جي والالكترولايت. يعني ده بالترتيب بالظبط. ليه؟ سيمبلي لان الجلاسكو كوما سكيل هيعرفني الكونديشن بتاعت السي ان اس، الاي بي جي هيعرفني الريسبيراتوري كونديشن والميتابوليك كونديشن، البلاد بريشر والاي سي جي هيعرفني الكارديو فاسكولار كونديشن. طيب سي ان اس، انا عشان اساس الجلاسكو بتاع العيان ده، احنا عندنا الجلاسكو كوما سكيل بيتكون من ثلاثه كاتيجوري، هو الموتور والفيربال والاي اوبننج. هي الدرجات بتاعته من 3 ل 15، اقل درجات اللي هي 3 واعلى حاجه اللي هو الفولي كونشس اللي هو 15. طبعا 3 اللي هو نو موفمنت نو ساوند نو اي اوبننج، فالعيان كده كده هانتيوبيت العيان ده خلاص. وانا اصلا باسس جلاسكو ليه في حالات التوكسيكولوجي عشان خاطر اعرف امتى هانتيوبيت العيان ده وسيف لايف، مش عشان خاطر اعرف نوع البويزون. يعني عشان اسيف لايف الاول، بعد كده هعمل ديفرنشال دايجنوزز بناء على سيمتومز او ساين معين. طيب الموتور عندنا عيان اوبي، هو بياخد 6 درجات، اوبي هاردلي اوبي، بي لوكالايز، وبعد كده فليكشن تو بين، اكستنشن تو بين، وبعدين نو موفمنت او فلاسيد. تاني حاجه اللي هو الفيربال بيتكون من 5 ايتمز، اللي هو اورينتد تو بيرسون تايم اند بليس، وبعد كده ديس اورينتد، بعد كده ان ابروبريت ووردز، وبعدين ان ابروبريت ساوند، وبعد كده نو ساوند او على التيوب. بياخد واحد اي اوبننج سبونتينيوس اي اوبننج، بعد كده اي اوبننج تو فيربال، اي اوبننج تو بين، وبعد كده نو اي اوبننج. اقل حاجه اللي هو فلاسيد نو ساوند نو اي اوبننج او نو اي اوبننج، بياخد 3. يعني عيان فولي كونشس خلاص، العيان بيأوبي وأورينتد وسبونتينيوس أي أوكي. طيب ما بينهم أنا بأسس ليه عشان نشوف إمتى هانتيوبيت العيان ده. طيب إيه الجلاسكو اللي بخاف منه عندنا في التوكسيكولوجي، اللي هو أي أوبننج تو بي بيلوكالايز ساوند. بلو الجلاسكو ده خلاص العيان هنا هانتيوبيت العيان ده على طول. طيب لو هو عند الجلاسكو ده بالظبط، لا هستنى هسمع الشيست هشوفه اسبيريتد ولا لا. لو اسبيريتد هانتيوبيت، لو هو هايبو فنتليتد ما انا بعد كده بشوف خطوه الاي بي جي، بشوفه لو هو هايبو فنتليتد
هو العيان قست له الضغط، لقيته شوكت، خلاص هانتيوبيت العيان ده. طيب بعد كده بصيت في الاي بي جي، ببص على البي اتش، البي اي سي او 2، الاتش سي او 3، والساتوريشن. اللي يهمني بعد تحديد الجلاسكو ان انا ابص على البي سي او 2. ليه ببص على البي سي او 2؟ عشان اشوف العيان ده هايبو فنتليتد ولا لا. يعني ايه؟ لان معظم الحاجات في التوكسيكولوجي اللي بتعمل سي ان اس ديبريشن بتعملني ريسبيراتوري ديبريشن، فحاليا البي اي سي او 2 عالي جدا، وفي حاجات كمان بتعليه جدا وهتبقى سبيسيفيك لها هنقولها دلوقتي. طيب بعد كده بعد ما ببص على بي اي سي او 2 ببص على الساتوريشن عشان اشوف الحاجات اللي بتعمل لي هايبوكسيا، او بعد العين ما هيبقى هايبوفنتليتد هيبقى هايبوكسيك. فبالتالي ده ترتيب الاهميه، بشوف جلاسكو، بشوف الهايبوفنتليشن والهايبوكسيا. طيب ليه انا بشوف الحاجات دي؟ عشان اشوف امتى هانتيوبيت العيان ده، وبعد كده بعمل ديفرنشال دايجنوزس للحاجات اللي بتعمل لي سي ان اس ديبريشن ريسبيراتوري ديبريشن. ايه اشهر حاجات في التوكسيكولوجي تعمل لي سي ان اس ديبريشن؟ الاوبيويد، الاورجانوفوسفورس، الحاجات اللي بتشتغل على الجابا ريسبتور زي الالكوهول والسيدتيف هيبنوتيك زي البنزودايزبينز والباربيتوريت، الماسل ريلاكسنت. طيب في الانتي ديبريسنت، الانتيكوتيك، الانتي كونفلسنت، والفيرست جينيريشن انتي هيستامينيك زي الدايفينهيدرامين والسي او بويزنج. هفرق كل واحد من دول ازاي؟ كل الحاجات دي بتعمل لي سي ان اس ديبريشن ريسبيراتوري ديبريشن. يعني هبص الاقي العيان ممكن هايبوتنسيف، بريديكارديك، او تيكارديك على حسب إيه، بس ده ما فيهوش حاجه سبيسيفيك. ايه الحاجه بقى السبيسيفيك لكل حاجه من دول اللي انا هعمل بيها ديفرنشال دايجنوزيس؟ يعني دلوقتي دخلت طفل لقيته ديبريست، الجلاسكو بتاعه قليل، خلاص شفت انا هانتيوبيت لو كان اقل من اي اوبننج تو بين بلوكالايز ساوند، او ما مش هانتيوبيت، هشوف بقى الخطوه اللي بعدها، اشوف الاي بي جي والبلاد بريشر والاي سي جي والالكترولايت. طيب عايز اشوف بقى انه دراج من دول هو الموجود، او هو الطفل ده اخده بناء على الكلينيكال دايجنوزيس. يعني مين اللي احنا بنعتمد في التوكسيكولوجي على الكلينيكال دايجنوزيس، وبعد كده بنلجأ للليفل وللتحاليل والحاجات دي. طيب انا هعمل ديفرنشال من الحاجات اللي سبيسيفيك للاوبيويد، ان هو بيعمل هايبو فنتليشن، بين بوينت بيوبل او كونستريكتد بيوبل، وبيعمل، وطبعا بيستجيب للنالجوزون اللي هو الانتيدوت. فانا عرفت ان هو مثلا معايا هايبو فنتليشن في الاي بي جي، معاه بين بوينت بيوبل، هديله النالجوزون، هيستجيب جدا للنالجوزون. طيب الترامادول، اوبيويد طبعا زي المورفين والهيروين. طيب الترامادول ده بنسميه اوبيويد لايك، هو الفرق بس ما بينه وما بين الاوبيويد ان هو بيعمل كونفلجن، عشان كده انا مش بديله نالجزون، لان النالجزون بيعمل ستيميليشن وهو بيكون معاه كونفلجن، فممكن ده يزود الكونفلجن. لو حد واخد ترامادول وانا عارفه ان هو طلع ترامادول، او عملت له دراج نيورين طلع ترامادول، ما ادلوش النالجزون. بعد كده عندنا الاورجانوفوسفرس واللي شبهها بالظبط الكربميت. الكربميت اللي هو سم الفيران الاسود الخرز. طيب سم الفيران الاسود الخرز زي الاورجانوفوسفرس بالظبط، بس بيختلف معاها في ان هو ريفرسيبل. يعني ايه؟ ما بيحصلش ايجنج الانزيم، بمعنى يعني ممكن ادي الاوكزيمز الانتيدوت بعد يومين عادي مفيش مشكله يبقى لها افكت. الاورجانوفوسفرس لا، بيحصل ايجنج الانزيم، انها بيمسك فيه الاورجانوفوسفرس ويحصل له ايجنج، ما يبقاش افكتيف لو انا اديت الاوكزيمز بعد كده. طبعا احنا عارفين الاورجانوفوسفرس لها انتي كولين ستريز افكت. يعني ايه؟ عندنا الترانسميتر اللي هو الاستايل كولين بيتكسر بالكولين ستريز انزيم. طيب الاورجانوفوسفرس بتمسك في الكولين ستريز وبتكسره، فبالتالي هيبقى عندي استايل كولين كتير جدا بريفرال وسنترال، هيشتغل على السنترال ريسبتورز وهيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ستيميليشن فيرست، يقعد العيان ربع ساعه ثلث ساعه مع ستيميليشن اجيتيشن، وبعد كده يبقى معايا ديبريشن. فانا ممكن هشوفه غالبا في مرحله الديبريشن، لانه في الاول ما بيمسكوش اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه. طيب واحد تشتغل على البريفرال استيلكولين، هيشتغل على البريفرال ريسبتورز اللي هي النيكوتينيك والماسكارينيك ريسبتورز. طيب الماسكارينيك ريسبتور هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي برونكوريا، برونكوسبازم، بريديكارديا، وسكريشن اول اوفر ذا بودي. النيكوتينيك موجوده في النيورو ماسكولار جانكشن، هيعمل لي ماسل فاسيكوليشن وماسل ويكنس. خلي بالنا ان ممكن عيان الاورجانوفوسفورس يبقى ديبريست بدايركت ان هو يشتغل على الريسبتور، او يخلي العيان ده هايبو فنتليتد من البرونكوريا، او يخليه هايبوكسي. طيب absence of meiosis مش بي اكسكلود سيفير اورجانوفوسفورس بويزنج. ليه؟ لان احنا قلنا الاسايل كولين هيشتغل على الماسكارينيك ريسبتورز وعلى النيكوتينيك ريسبتور الموجوده بريفرال. لو اشتغل على الماسكارينيك ريسبتور اللي هو غالبا بيشتغل عليها هيديني المايوزس، لو اشتغل على النيكوتينيك هيديني مايدريازس. فممكن الاثنين على حسب مين ياخد الابر هاند، دايما اللي بياخد الابر هاند الماسكارينيك، بس ممكن الاثنين يشدوا قصاد بعض فيبقى العيان نورمال، اي اوبننج نورمال عادي، مفيش مايوزس ولا مايدريازس. فبالتالي انا لو ما لقيتش مايوز مش معناه ان العيان ده ما عندوش اورجانوفوسفورس توكسيس. البوينت كمان المهمه جدا
ان العيان لو كان طفل ممكن يبقى الاونلي مانيفستيشن بتاعته سي ان اس ديبريشن. فبالتالي انا شاكك العيان ده اورجانو فوسفورس، هبتدي اخد هذا هيستوري من الاهل. طب انا ما لقيتش برونكوريا، برونكوسباسم، اي حاجه من دي، هبتدي اعمل كولين ستريز ليفل، وهبتدي احط اللودنج توكسوبونين اللي هو الاوكزيمز. طيب ايه الانتي دوت بتاعه الاورجانو فوسفورس؟ الاتروبين او الاوكزيمز. بندي لو في ماسكارينيك افكت بندي اتروبين، لو في نيكوتينيك افكت بدي اوكزيمز. خلصنا من الاورجانو فوسفورس والاوبيوين، هنتكلم على الكحول. الكحول زي في الايسايل الكحول والميسايل الكحول اللي هو الايثانول والميثانول. الايثانول زي اللي موجود في الاستريليوم اللي الناس بتستعمله اللي هو الايثانول 70%، وفي الميثانول اللي هو الكحول الاحمر في ناس بتاخده كابيوز. طيب في الاطفال بياخدوه بالغلط. طيب عشان نفهم بس هم بيعملوا ايه، هنشوف الميتابوليزم بتاعتهم، هنقولها بسرعه. عندنا ايثانول وعندنا ميثانول، هما الاثنين انزيم بيشتغلوا عليهم في الجسم، الالكوهول دي هيدروجينيز والالدهايد دي هيدروجينيز. الالكوهول دي هيدروجينيز هيشتغل على الايثانول يطلع لي اسيتالدهايد، وعلى الميثانول يطلع لي فورمالدهايد. يجي الالدهايد دي هيدروجينيز يشتغل على الاسيتالدهايد يحوله الاسيتيك اسيد، وعلى الفورمالدهايد يحوله الفورميك اسيد. مين الاخطر؟ الفورميك اسيد. ليه؟ لان الاسيتيك اسيد بيدخل كريبس سايكل ويتحول لسي او 2 ووتر، فيعمل لي ميتابوليك اسيدوز بس ما يعملش ميتابوليك اسيدوز عاليا. يعني البايكارب الاقيه على 18 على 19، اول ما ادي شوت اي في فلويد للعيان ده بيبتدي يتصلح. الميثان لو هو واخد ميثانول، لا الفورميك اسيد مش بيصلح بالفلويد، لازم بالهيموداياليسيس. الفورميك اسيد ده خطير جدا، هيطلع يعمل لي انترا فينتريكولار هيمريدج او بيزل جانجليا هيمريدج، هيعمل اوبتيك ديسك ايديما، فهو ويعمل سيفير ميتابوليك اسيدوزس، الاقي البايكارب على 5 و6. طب لو جاي لي طفل واخد الايثانول اللي هو الاستريليوم، اهم حاجه من تين الكونشس ليفل، ادي له شوت اي في فلويد. طيب اعمل له اي بي جي اشوف الميتابوليك اسيدوزس، اشوف لو هو البايكارب على 18 19 20، ابتدي ادي شوت اي في فلويد اشوفه بيتحسن ولا لا. هيتحسن لو هو ايثانول، لو هو ميثانول مش هيتحسن، وده بيبقى فيه انواع من الاستريليوم مغشوشه محطوط فيها ميثانول، فنخلي بالنا. بعد كده عندنا الانسيكوتيك. الانسيكوتيك من اشهر الادويه الانسيكوتيك اللي بتستخدم في الاطفال، السيكودال او الريسبيريدون. طيب السيكودال او الريسبيريدون بيستخدموها ليه في الاطفال؟ عشان في الاطفال اللي هم معاهم هايبر اكتيفيتي او كده، عشان خاطر يهدوهم شويه. طيب ايه الحاجات اللي ممكن يعملها الانسيكوتيك؟ بيشتغل ازاي؟ ان هو بيقفل الدوبامين ريسبتور كذا منطقه في البرين، ومنها البيزل جانجلي. لما يقفل الدوبامين ريسبتور في البيزل جانجليا هيعمل لي الاكسترا بيراميدال مانيفستيشن، حاجه سبيسيفيك للانسيكوتيك. هيعمل لي ايه؟ بتبقى عباره عن نيكروجيديتي تريزموس او اوكيولوجايريك كرايسيس. يبتدي الطفل تلاقيه منشف رقبته وباصص لفوق. طيب انا هديله ايه؟ هديله انتي هيستامينيك دورينج اتاك زي الافين، او هديله تايزبام، وبتوين الاتاك هديله كوجين تول اللي هو بنزوتروبين زي الاتروبين انتي كولينرجيك. يعني بتوين الاتاك يعني قرص من نص قرص القرص كل 8 ساعات. طيب ايه الفكره ان انا بدي انتي هيستامينيك او انتي كولينرجيك؟ هو الانسيكوتيك بتقفل الدوبامين ريسبتور فبتقلل الدوبامين. احنا عارفين ان الدوبامين معاه النيورو ترانسميتر كتير في البرين زي الاستايل كولين او الهيستامين. لما انا بدي انتي كولينرجيك اقلل الاستايل كولين اقلل الهيستامين، يبتدي الدوبامين ياخد فرصته شويه ويعلى، فيحسن لي الاكسترا بيراميدال. طيب نخلي بالنا ان دكاتره الاطفال بيكتبوا دايما الابيدون، وبيتصرف في الصيدليات ابيكسيدون، فنخلي بالنا من النقطه دي. الطفل اللي واخد 5 سم 3 مرات في اليوم يجي باكسترا بيراميدال او هيبو فنتليشن او يارست. بعد كده عندنا الانتي ديبريسنت. ايه الحاجه السبيسيفيك لها؟ التراي سايكليك انتي ديبريسنت او الاميبرامين، ده من اشهر الحاجات اللي بتستخدم في الاطفال. ليه؟ عشان بيستخدم للنكتورنال انيوريسيس. ليه؟ لان الانسيكوتيك والانتي ديبريسنت والانتي كونفالسنت لهم انتي كولينرجيك افكت، هم نفسهم لهم انتي كولينرجيك افكت. الانتي كولينرجيك افكت ده بيخلي لي ممكن يعمل سبنكتر كسباز فيقفل سبكترز، فنستخدمه في النكتورنال انيوريس. طبعا السايد افكت بتاعته هو اصلا الميكانيزم بتاعته صوديوم تشانل بلوكينج افكت، فهيعمل لي وايدن الكيو ار اس كومبلكس وهيعمل لي اريزميا. طب ايه الحل ساعتها؟ لو لقيه في الاي سي جي بتاعه كده هدي صوديوم بايكارب. الانتي كونفالسنت، الانتي كونفالسنت اللي احنا بنشوفه كتير زي الكاربامازبين او التيجراتول،
طيب بيشتغل ازاي؟ هو صوديوم تشانل بلوكينج افكت في سي ان اس والهارت، وله انتي كولينرجيك افكت زي ما قلنا. فممكن لو عمل صوديوم تشانل بلوكينج الافكت بتاعه في البرين هيعمل لي كونفلجن، لو الجرعه اوفر دوز هيعمل لي كونفلجن. طيب في الهارت هيعمل لي اريزميا زي بتاعه الانتي ديبريسنت، فممكن الاقي اريزميا مع العيان، دايليتد بيوبل، الاقي نيستاجمس، الاقي الكترولايت ديستربنس، والاقي ليفيتد ليفر انزايم. طب ايه التريتمنت بتاعه؟ مفيش حاجه سبيسيفيك له، احنا بندي بس اي في فلو تسرع الالمنيشن، بحجز العيان 24 ساعه، لان زي ما احنا قلنا الانسايكوتيك، الانتي ديبريسنت، الانتي كومبالشن لهم انتي كولينرجيك افكت. يعني ايه؟ يعني لهم ديلايد ابسوربشن، بيقعدوا في الانتستين شويه. فده انا ممكن استفيد منه بكذا طريقه. استفيد منه ايه؟ لو العيان ده كونشس انا ممكن اديله مالتيبل دوز اكتيفيت شاركل. ليه بقى؟ لان الدراج موجود في الانتستين، فاديله كل 4 ساعات تشاركل فهيبقى افكتيف جدا. طب لو هو مش كونشس مش هديله تشاركل طبعا. انا لما يبقى العيان انكونشس لا بعمل نيزو جاستريك ووش، ولا بدي تشاركل، ولا بديله اي حاجه اورال عشان بخاف من الاسبيريشن، بديله اي في فلويد فقط لا غير. ولو انا عرفت فيه سبيسيفيك انتيتود بديهوله وخلاص على كده، بشوفه محتاج انتيوبيشن ولا لا، بس ده اللي انا بعمله. ما بعملش اي ووش لاي حد انكونشس، عشان كده بقول ان دول لهم انتي كولينرجيك افكت. عشان كده ما مشيش العيان، لو افرض هو طفل جه ومعهوش مانيفستيشن اول ساعه ساعتين ما مشيهوش، قعده 24 ساعه، لان ممكن طفل يجي بعد 12 ساعه ويكون لسه باين عليه المانيفستيشن. ليه؟ عشان الانتي كولينرجيك افكت. بعد كده عندنا السيدتيف هيبنوتكس اللي هو المهدئات والمنومات. عندنا تو تايبس، البنزودايزبينز والباربيتيويت. البنزودايزبينز ايه المميزات بتاع كل حاجه؟ لها وايد ثيرابيوتيك ويندو، يعني في مساحه ما بين التوكسيك دوز والثيرابيوتيك دوز، زي الكالميبان. عندنا الباربيتيوريت، الباربيتيوريت زي الفينوباربيتال بتعمل ديب لونج ستاندنج كوما وملهاش انتيدوت، انما البنزودايزبين لها الانتيدوت اللي هو الانكزيت. بعد كده عندنا الانتي هيستامينك. الانتي هيستامينك غالبا ما بيحصلش منها مشاكل وما بتخليش العين يبقى ديبريست قوي، ما عدا في انتي هيستامينك بالباي نيم كده اسمه ترايكتين، شو سيبرويبتادين، بيجي بيكون الطفل واخده عشان خاطر ما اعرفش الدكاتره بيكتبوه عشان خاطر زياده الوزن او ما اعرفش ليه، بيجي معاه سي ان اس ديبريشن جامد قوي، وبيقعد ممكن الطفل ده يبقى هايبوفنتليت. بعد كده عندنا السي او بويزنينج، من اشهر الحاجات اللي بتعمل لي سيفير هايبوكسيا، تسمم الغاز او الاكسيد الكربون او بيسموه القاتل الصامت. السي او بويزنينج ايه مشكلته؟ ان هو ملوش لا ريحه ولا لون ولا اي حاجه، فبالتالي لو حد اتعرض، الناس عندهم سخان غاز طبيعي، يبتدي الاطفال يبقى معاهم كونفولجن او كوما، بيبقى معاهم اسكيميك تشينجز في الاي سي جي، وبيبقى معاهم ميتابوليك اسيدوزز. ايه التريتمنت بتاعها؟ ان انا بحط العيان ده على اكسجين لمده ساعتين واشوف لو معايا بقى بيرزيستنت في الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، ببتدي احضر العيان ده ان هو يطلع هايبر باريك، يعني معاه الليفيتد كاردياك انزايم، الاي سي جي تشينجز مش بتتغير، في هايبو دنسيتيز في البرين، فابتدي ان انا هطلع العيان ده هايبر باريك. يبقى كده احنا قلنا الحاجات اللي بتعمل سي ان اس ديبريشن، قلنا ايه السبيسيفيك لكل حاجه، الاوبيويد، اورجانوفوسفورس، سيدتيف هيبنوتكس، الكحول، السي او بويزنينج، الماسر ريلاكسنت، والانتي هيستامينك. مفيش حاجه سبيسيفيك، مفيش انتي دوت. طيب الحاجه ممكن تعمل لي سي ان اس ديبريشن لوكالي زي الكروسيف والهيدروكربون، لان الطفل مش بيعرف ياخد نفسه فمش بيعرف يطلع سي او 2، فابتدي الاقيه ان هو الكلاسكو بتاعه بدا يقل. فاهم حاجه في التريتمنت بتاع الكروسيف والهيدروكربون، ناثينج بير اورال، ما اديش للطفل ده اي حاجه عن طريق الفم مهما كانت، اعمل له نيبولايزرز على طول، بالميكورت او اي حاجه، اديله في اي في فلويد، واعمل شيست اكس راي وتابع الشيست كونديشن. بعد كده احنا قلنا هنبص بالترتيب، هاساس جلاسكو، هشوف الاي بي جي، هشوف في ريسبيراتوري اسيدوزس، هشوف في ميتابوليك اسيدوزس. بعد كده لما بشوف الميتابوليك اسيدوزس بشوف ايه الحاجات، اكتر حاجه بتعمل لي ميتابوليك اسيدوزس بتقلل لي البايكارب جدا، من الحاجات اللي احنا قلنا عليها واحنا بنتكلم الميثانول عشان الفورميك اسيد، من الحاجات المشهوره جدا قرص الغله بيعمل لي ليه ميتابوليك اسيدوزس، هو والزنك فوسفايد، لانهم بيطلعوا الفوسفين، الفوسفين بي ديبريس الايروبيك ريسبيريشن لانه بيدبريس الميتوكوندريا.
فبيعمل لي انايروبيك ريسبيريشن ولاكتيك اسيدوزس، كمان هو بيدبريس الكاردياك كونتراكتيلتي فبيعمل لي زي كارديوجينيك شوك، فبيقلل البرفيوجن فبيعمل لي ميتابوليك اسيدوزس. الميتفورمين نخلي بالنا، في ناس كتير بتاخد سيدوفاش وبيجوا لنا سيدوفاش مشكلته انه مش بيعمل لي هايبوجلايسيميا، بيعمل لي سيفير ميتابوليك اسيدوزس، ممكن ادخل عيان دياليسيس بسبب الميتفورمين. فلو جاي لي اي حد واخد ميتفورمين اعمل له اي بي جي اول حاجه واشوف البايكارب، ادي له فلويد، لو مش بيصلح ادي بايكارب فورا. بعد كده هنبص في الاي بي جي على الريسبيراتوري الكالوزس. الريسبيراتوري الكالوزس انا مش بشوفه كتير جدا، بشوفه في حالات الساليسيليت في الاسبرين والحاجات كده بيعمل، لان الساليسيليت بيشتغل سنترال بيعمل ستيميليشن للريسبيراتوري سنتر. اما السيوفيلين انا بشوفه كتير جدا عشان العينين اللي بياخدوه عشان خاطر البرونكيال ازمه، بيعمل برونكو دايلاتيشن. السيوفيلين بيشتغل ازاي؟ ان هو بيعمل سي ان اس ستيميليشن، هو ادينوزين ريسبتور بلوكر، فيعمل لي بسي ان اس ستيميليشن تاكيبنيا تيكيكارديا هايبرتنشن، بس العين عشان بيفومت كتير بيكون معاه هايبوتنشن. ادينوزين ريسبتور بلوكر، الادينوزين في جسمنا بيظبط الهارت ريت، بيظبط الماسل تون، وبيعمل شويه برونكوس بازم. فانا عشان حته البرونكوس بازم دي لما بديله السيوفيلين بيعمل لي برونكو دايلاتيشن، بس هيعمل لي هيظبط الهار مش هيظبط الهارت ريت ولا هيظبط الماسل تون، فهيبقى معايا كونفولجن وهيبقى معايا اريزميا. بعد كده احنا قلنا هنبص على الاي بي جي على الريسبيراتور اسيدوزس ميتابوليك اسيدوزس، ببص على السي في اس، ببص على البلاد بريشر والاي سي جي. من الحاجات اللي بتقلل البلاد بريشر الالومنيوم فوسفايد والزنك فوسفايد، لانه قلنا زي ما قلنا بيعمل كارديوجينيك شوك. الاي سي جي من الحاجات في الاي سي جي اللي انا ببص عليها، ممكن تعمل لي في التوكسيكولوجي بيعمل لي تيكي اريزمي او بريدي اريزمي او كيو تي برولونجيشن. معظم الحاجات اللي بتعمل لي كيو تي برولونجيشن الانتي سايكوتيك والانتي ديبريسنت، وقلنا هندي صوديوم بايكارب. مانجمنت اوف تيكي اريزميا، طبعا لو في حاجه سبيسيفيك زي في تراي سايكليك انتي ديبريسنت او الانسايكوتيك هندي اي في صوديوم بايكارب. الديجوكسين طبعا بيعمل لي اريزميا، هنقول دلوقتي بيعمل لي اريزميا ازاي، هندي له ديجي بايند او ديجوكسين اميون فاب. ممكن السيوفيلن لو ما تحسنش معايا العيان بالاي بي فلويد والشاركول والانتي ايميتيك، يبتدي العيان هيدخل في يعني سيفير تيكي كارديا، ممكن ادي عليها بيتا بلوكر او ممكن ادخله الدياليسيس. طيب اللانوكسين من الحاجات اللي بتعمل لي اريزميا، هنتكلم عليها بسرعه، ان هو اللانوكسين ده بيستخدم في علاج الهارت فيلير او الدوجوكسين في حالات الهارت فيلير والاي اف. ليه؟ لانه بيعمل انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي فيز بامب وبيستيميليت الفيجس. لما هيستيميليت الفيجس هيسلو كوندكشن ثرو الاي في نود، فيعمل لي بريدي كارديا. بينهبت الصوديوم بوتاسيوم بامب، صوديوم بوتاسيوم اي تي فيز بامب دي كانت نورمالي بتطلع لي الصوديوم بره هو بالكالسيوم وتدخل البوتاسيوم جوه السل، فبالتالي لما يحصل لها انهيبيشن هتدخل الكالسيوم جوه السل، فهت يعني ستيميليت المايكارديوم او تخليه الريتابول مايكارديوم وتطلع البوتاسيوم بره، فيعمل لي هايبر كاليميا، وده بور بروجنوزس لللانوكسين توكسيستي. الهايبر كاليميا بور بروجنوستيك فاكتور لللانوكسين توكسيستي، فبالتالي انا هلاقي هايبر اريتابل مايكارديا وفي نفس الوقت معايا بريدي اريزميا. عشان كده انا ما اقدرش ادي العيان ده اتروبين او بدي حاجه بسيطه جدا لو معايا بريدي كارديا، وطبعا مش بيتوفر الديجوكسين اميون فاب الا مش موجود في مصر خالص، ولو توفر بيبقى غالي جدا، فبضطر اعالج سيمتوماتيك. فانا هدي العيان ده اتروبين هيبتدي يدخل في سوبرا، فانا العيان ده بيقعد يقلب كل انواع الاريزميا معايا. ليه؟ لانه هايبر اريتابل مايكارديا ومع ذلك معايا بريدي كارديا. بالحاجات طبعا بتعمل لي اريزميا والاطفال بياخدوها بالغلط بيتا بلوكر والكالسيوم تشانل بلوكر اللي بيستخدم في علاج الضغط. طيب لو انا هعالج الهارت بلوك او البريدي اريزميا ازاي؟ طبعا بدي اتروبين وفلويد ثيرابي، بدي اتروبين لو في حاجه سبيسيفيك زي الدوجوكسين اميون فاب. لو في اريزميا او في هارت بلوك في البيتا بلوكر بدي جلوكاجون، والكالسيوم في حالات الكالسيوم تشانل بلوكر. طبعا لو دخل في موبت 2 او 3 ديجري هارت بلوك بعمل بيس ميكر. الالكترولايت ديستربنس من اشهر الحاجات اللي بتعمل الالكترولايت ديستربنس السيوفيلين سالبيوتامول بيعمل لي هايبوكاليميا، من الحاجات اللي بتاخدها الاطفال. فعشان كده اول ما يجيب طفل واخد سالبيوتامول او سيوفيلين بديله تشاركول، بديله حاجه انتي ايميتك وبسحب بوتاسيوم ليفل، لو معاه هايبوكاليميا بعوض عشان ده بيزود لي الاريزميا والتيكي اريزميا اللي عند الطفل ده. اللانوكسين والبيتا بلوكر بيعملوا لي هايبر كاليميا. يبقى احنا كده تو سامرايز،
احنا لما يجي لي طفل مش هفكر في النيزو جاستريك ووش اول حاجه، لا هفكر ان انا طوارئ هنقذ البيشنت ده، وبعد كده هشوف لو في انتيدوت معين ولا لا، فبص على الجلاسكو كوما سكيل على الاي بي جي، وبعد كده اشوف السي بي اس جلاسكو كوما سكيل والاي بي جي عشان نشوف في ريسبيراتوري اسيدوز، عشان اعمل اكسكلوجن للحاجات اللي بتعمل لي سي ان اس ديبريشن ريسبيراتوري ديبريشن اللي احنا قلنا عليها، وقلنا كل حاجه سبيسيفيك ليها حاجه معينه بتعملها ممكن اميزها عن بقيه الحاجات او تقلل الدايره بتاعت الديفرنشال دايجنوزس شويه. بعد كده بشوف الحاجات اللي بتعمل لي ميتابوليك اسيدوزس، وبعد كده بشوف حاجات بقى اللي بتعمل لي هايبوتنشن واريزميا او بتعمل لي الكترولايت ديستربنس. ثانك يو.